أفلام الرعب لها عشاقها في كل مكان، من يحبون وضع أنفسهم تحت الاختبار والضغط والترقب، تمتعهم لحظات القشعريرة وتجعل الأدرينالين في أعلى مستوياته بأجسامهم، لكن دائما ما يكون هناك صوت يتردد داخلهم أنه مجرد فيلم خيالي بعيد تماما عن الواقع، وسينتهي هذا الكابوس بانتهاء مدة الفيلم. لكننا نستعرض لكم اليوم أقوى 7 أفلام رعب مأخوذة عن أحداث حقيقية، فاجهزوا للحظات مفزعة. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الاحجاز حتى يصلكم جديدنا، واضغطوا على زر اللايك، وأهلا بكم أينما كنتم. تلك قائمة من 7 أفلام رعب تم اقتباسها عن قصص حقيقية، وهي رقم 7 بوردرلاند، فيلم أمريكي مكسيكي صدر عام 2007، يحكي عن رجال شرطة يهاجمون بيت مهجور ويجدون داخله بقايا بشر وحيوانات. يمسك المجرمون بضباط الشرطة ويقتلون أحدهما أمام الآخر بعد تعذيبه، ويستخدمون الضابط الثاني كرهينة لكل من يحاول الاقتراب. القصة الحقيقية ترجع إلى عام 1989، عندما تم اكتشاف جرائم قتل تحدث بواسطة قاتل أمريكي متسلسل يدعى أدولفو دي خوسيوس كونستانزو، يعتنق ديانة تؤمن بالسحر والشعوذة، وتابعيها يقومون بقتل الحيوانات والبشر وتقديمهم للأرواح كقرابين. تقييم فيلم بوردرلاند على موقع IMDb 5.6، وعلى روتن توميتوز 100%. رقم 6 Child's Play، فيلم من بطولة الدمية تشاكي التي أرعبت جيل الثمانينات والتسعينات لأعوام طويلة، صدر عام 1988، ويحكي عن مطاردة الشرطة لمجرم يحتمي بمحل ألعاب أطفال، ويطلقون عليه النار فينقل روحه بواسطة سحر الفودو إلى إحدى الدمى ويبقى جسده، ويشتري الدمية أحد الأطفال ويشهد جرائمها البشعة. سبب هذا الفيلم مشكلات نفسية لعدد كبير من الجمهور، وتبعته كوابيس سيئة جدا للكثير منهم، واستخدم عدد من المجرمين الكلمة الشهيرة هل تريد أن تلعب لتنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى أن القصة الحقيقية تقول أن هناك دمية تدعى روبرت يتسبب وجودها في أعمال غريبة، ولذلك تم وضعها في متحف أمريكي يدعى فورد إيست مارتيلو ميوزيوم. تقييم فيلم Child's Play على موقع IMDb 6.3، وعلى روتن توميتوز 62%. رقم 5 The Girl Next Door، فيلم من إنتاج عام 2007، تنطلق أحداثه عندما يتذكر ديفيد لقائه بفتاة تدعى ميج، فقدت والديها وتعيش مع عمتها التي تمارس عنفا جسديا بشعا تجاه ميج، وتشرك أطفالها وأبناء الجيران في ذلك. القصة مأخوذة عن جريمة قتل حقيقية حدثت عام 1965، عندما قامت أسرة كاملة بتعذيب طفلة صغيرة حتى الموت تدعى سيلفيا ليكنز، وهي الجريمة التي وصفها المدعي العام حينها بالأكثر بشاعة في ولاية أنديانا. تقييم فيلم The Girl Next Door على موقع IMDb 6.6، وعلى Rotten Tomatoes 67%. رقم 4 هنري Portrait of a Serial Killer، فيلم رعب نفسي وجريمة من إنتاج عام 1986، ويحكي عن هنري الذي تم القبض عليه لقتل والدته لأنها كانت تعمل في الدعارة، فيتحول ابنها لقاتل يكره كل النساء ويقوم ضدهن بجرائم قتل واغتصاب بطرق بشعة. القصة الحقيقية مأخوذة عن حياة القاتل المتسلسل هنري لي لوكاس، الذي اعترف بارتكاب أكثر من 600 جريمة قتل، تم إثبات 11 جريمة منهم بوقائع حقيقية. تقييم الفيلم على موقع IMDb 7، وعلى Rotten Tomatoes 87%. رقم 3 The Conjuring، الفيلم الأمريكي الصادر عام 2013، والذي تم استقباله بمراجعات نقدية إيجابية ونجاح كبير في شباك التذاكر حول العالم. يحكي فيلم الشعوذة عن عائلة بيرون التي انتقلت لمنزل ريفي يواجهون فيه ظواهر غريبة خارقة للطبيعة، فتقرر الأم اللجوء لطلب مساعدة زوجين شهيرين من المحققين اللذين يستخدمان الروحانيات لطرد الأرواح الشريرة. القصة الحقيقية تعود لزوجين اسمهما إدوارد ولورين، كانا متخصصين في مطاردة الأشباح، ووفقا لمتحفهم فقد شاركوا في حل 10,000 قضية خارقة للطبيعة. تقييم فيلم The Conjuring على موقع IMDb 7.5، وعلى Rotten Tomatoes 85%. رقم 2
The Texas Chainsaw Massacre، فيلم آخر من كلاسيكيات الرعب الأمريكية، أنتج عام 1974. تدور أحداثه حول قاتل متسلسل يهاجم مجموعة أصدقاء أثناء زيارتهم لبيت جد أحدهم. هذا السفاح وعائلته يأكلون لحم البشر وينبشون القبور، والقصة تستند إلى حكاية القاتل المتسلسل الأمريكي الشهير إيد جين، الذي كان بحوزته 9 أقنعة من الجلد البشري وقت إلقاء القبض عليه. تقييم الفيلم على موقع IMDb 7.5 وعلى Rotten Tomatoes 88%. رقم 1. The Exorcist. تم إنتاج هذا الفيلم عام 1973 مستنداً على رواية تحمل نفس الاسم للمؤلف ويليام بيتر بلاتي. أحداث الفيلم تحكي عن طفلة مسكونة بالأرواح الشريرة والتي تحاول أمها إعادتها للحياة الطبيعية عن طريق الاستعانة بالكهنة، وهذه الأحداث مأخوذة عن قصة حقيقية لمحاولة طرد أرواح من داخل جسد فتاة بعمر 14 عاماً وقعت عام 1949 واشتهرت بشدة حينها، وبكل تأكيد تم إضافة حبكة للأحداث لتصبح أكثر رعباً وغموض. ترشح فيلم The Exorcist لعشر جوائز أوسكار، وفاز بجائزتين هما أفضل سيناريو مقتبس وأفضل تسجيل صوتي. تقييم الفيلم على موقع IMDb 8، وعلى Rotten Tomatoes حصل على 85%.